مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. اليوم عندنا موضوع مهم، زرع الوطنية وثوابت الأمة في ولادنا. نقول أنه الوطنية هي قيمة من القيم الأساسية في أي مجتمع وفي أي وطن. بلادي وإن جارت عالية عزيزة. هذا الوطن الذي فيه مميزات اللي خليني نتميز عن الدول والشعوب الأخرى. هو التاريخ وكامل اللي افتخروا به. هو الشيء اللي خليني نكون جزائري، واش هو الشيء اللي خليني نكون أنا جزائري. نقولوا اللي يحب الوطن هذا ما راه مسلف، ما راه مكري، ما يتشرى. حصتكم ولادنا تحت جناحنا الموجهة لكم يا أولياء بمناسبة الذكرى 63 لاندلاع ثورة التحرير أول نوفمبر المجيدة، رح تعالج موضوع زرع ثوابت الأمة وروح الوطنية في أطفالنا. عندك إعلام في الدار؟ ماشي عندي إعلام، عندي إعلامات. كل أمة عندها ثوابت نتاعها، الثوابت هذه ما تتغيرش، هي العالم، النشيد الوطني، الوطن اللي ما يتجزأش. أولادنا يفرقوا بين الثوابت وبين السياسة والتيارات وهذو. وجرب مرة تكون في الخارج واحد يتكلم على الجزائر، كي تشوف هذيك النار هذيك تشعل فيك، تاع هذيك يا روح الوطنية. إن شاء الله تكون فيكم دائما باش نخدموا بلادنا، ودائما بلادنا تكون في القمم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحصة الخاصة بالوطنية وثوابت الأمة. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق العيب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة.